انا ما جاتليش حاجه السنه دي تمثيل خالص، يعني جاتلي حاجتين كده بس بسبب البرنامج بتاع الراديو، فما عرفتش ان انا اوفق واعمل المسلسلين دول. وغير كده ما جاتليش حاجات قويه كمان، يعني حتى المسلسلين دول الادوار اللي جاتلي فيهم ما كانتش قويه. وجيت لغايه اخر قبل رمضان كده بحوالي شهر ونص ما جاتش حاجه، لغايه لما كلمني استاذ صادق الصباح المنتج وقال لي بص احنا كنا بنتكلم مع قناه ام بي سي على برنامج شكله كذا كذا وهيحصل فيه كذا، والحقيقه البرنامج ده احنا محتاجين فيه مذيع راديو في نفس الوقت يكون بيعرف يمثل، فام بي سي رشحوا اسمك واحنا الحقيقه برضو رشحنا اسمك لان انا اشتغلت مع استاذ صادق في حاجات كتير قبل كده. فاول ما الفكره اتعرضت عليا فقال لي ايه رايك فكر فيها وبتاع، فرحت انا تاني يوم على طول كلمته قلت له يلا بينا، لان برنامج وبتاع راديو وانا بتاع راديو، فالبرنامج حلو ان انا يبقى عندي تواجد كمان في رمضان. ما كانش عندي مسلسلات، يمكن لو كان عندي مسلسلات كنت فكرت في الموضوع علشان ما بقاش محروق في كذا حاجه، لكن انا ما عنديش دلوقتي مثلا في رمضان غير البرنامج. احنا واحنا شغالين كنا عارفين البرامج التانية اللي شغاله، فكنا عارفين ان كله في الهواء فوق واحنا الوحيدين اللي تحت في الارض، فدي لا كانت حاجه طبعا بسطانه لان دي حاجه بتقولك ان انت مختلفه في النص، فالاختلاف في حد ذاته ده بيبقى نقطه للنجاح، حتى ولو ما كانتش كل نقط النجاح، بس دي بتقولك ان انت مختلفة فالناس هتبص عليكي علشان تشوفك انت بتعملي ايه. لكن لما تبقي انت شبه الكل فهيبتدوا يقارنوكي، لا اصل ده هنا في تكلفة زيادة، لا اصل ده هنا الضيف ده احلى من الضيف ده، لكن انت في حتة تانية كده كده يعني مش هيحاسبك على، يمكن لو في برنامج شبهه بالظبط هيحاسبك بقى هو انت ديكورك احلى، لا انت الضيف بتاعك كان بيعمل ايه، لا انت في حتة باين فيها ان هي تمثيل، لا انت في حتة مش عارف عامله ازاي. فاحنا كنا الاختلاف دي كانت حاجة كويسة طبعا. انت عاملة حاجة اصلا هي حاجة يعني بسيطة، وان انت الاول مرة وبتنافسي برامج تقيلة، وبتنافسي اذا كان رامز وكل الجو فده برنامج اصلا بيتعمل بقاله هو 4 سنين يعني بالتطور بتاعه كل سنة، وبرنامج المعلنين كلها بتروح له كل سنة، فان انت تبقي محطوطة حتى في جملة مفيدة مع البرنامج ده فدي حاجة كويسة. اذا كان هاني رمزي فانت برضو تتعاملي مع فنان كبير عامل برنامج مقالب، فمفيش مقارنه بيني وبينه، يعني هو في حته وانا في حته تانية خالص، فان انت تتحطي في جمل مفيده مع البرامج دي، ان انت حتى في الاستفتاءات يبقى صور الفنانين موجوده وانا صورتي في وسطيهم، فدي حاجه حلوه. والله هم كتير اللي اتخضيت عليهم بجد، بس مثلا رنا سماحه اتخضيت عليها بجد، دينا فؤاد اتخضيت عليها بجد، نسرين امام اغمى عليها وما عرفناش نفوقها غير كتير، يعني حتى في الحلقه اللي طلع ان احنا فائت بسرعه لكن هي ما فائتش بسرعه، احنا يعني قلقنا لدرجه احنا بدانا نحاول ان احنا نطلب اسعاف بقى وحاجات كده. فهم دول شويه، لكن هو معظم البنات اغمى عليها، لو قلت ركزتي هتلاقي ان البنات كلها اغمى عليها، يعني حتى منى فضالي اغمى عليها، ريهام حجاج اغمى عليها، بس كانت حاله اغماء اللي هو للحظات وبعد كده بيفوقوا بسرعة لمجرد لما الباب بيتفتح وبيلاقوا ان خلاص في الحياة بترجع مرة تانية فبيطلعوا يجروا على طول. لكن في اللي بيبقى اغمى عليهم، يعني السنين اغمى عليها من الضغط مش من الخوف قد ما الضغط، ان الست الحامل بتضغط عليها وانا بضغط عليها ويلا من هنا لا اطلعي من هنا، فبدأت ان هي تبانك فراحت اغمى عليها. كده كده نويتي نويتي تعملي مقلب فلازم تكملي للآخر، فهم حتى لو حصل ان هم شوية اغمى عليهم سنه فانت تبتدي تضغطي تضغطي لغايه لما تحاولي تفوقيهم وتكملي تاني. ليه؟ لان انت في شعره كده انت بتبتدي تحسي هل هو راح خالص، وده اللي بنبقى عاملين حسابه. اصل خدي بالك هو اللي بيغمى عليه او بيخاف، هو بيخاف من ايه؟ بيخاف من الضغط اللي بيحصل، لكن احنا كانت سيفتي وايز احنا كنا واخدين بالنا من كل حاجه، يعني طفايات حريق كانت موجوده في كل المكان، في اسعافات اوليه موجوده معانا، يعني احنا كنا واخدين بالنا من كل حاجه ان مفيش حاجه هتحصل، وحتى الشرار اللي بيطلع في الاول ده شرار، يعني انا جربته بايدي، حطيت ايدي كده وخليت الشرار يضرب في ايدي ما حصلش اي حاجه، هو بس مجرد منظر وخلاص. الحاجات اللي بتقع، انا في حلقه في حلقه هدى مثلا انا النجف وقعت على دماغي، دي نجف يعني عايز اقول لك رقيق جدا كده، حاجه المونيا ورقيق جدا فما بتوجعش حتى لو وقعت على الدماغ ما حصلهاش حاجه. احنا مثلا طلعت زكريا في لحظه حسينا ان هو تعب مننا وهو اصلا اوريدي تعبان، فده خلاص كشفنا له على طول وما طولناش معاه في المقلب، يعني يمكن دي غلطه ممكن تكون ان احنا جبناه اصلا من البدايه،
لان هو تعبان، فما ينفعش ان هو تعبان فانت بتجيبيه وبتزودي عليه التعب اللي هو عنده والضغط اللي هو عنده. فدي ممكن تكون غلطه من البدايه، بس احنا في ساعه المقلب اول ما حسينا ان في مشكله رحنا وقفنا على طول.